مصر والأردن كأس العرب 2021 مباراة تاريخية بين المنتخبين وأداء كبير من المنتخب الأردني منتخب النشامة وكمان أداء أسطوري من الفراعنة المنتخب المصري. تعال نشوف أحداث المباراة المثيرة. المباراة بتبدأ بتسديدة ضعيفة من لاعب منتخب الأردن بهاء سليمان. المنتخب الأردني عاوز يخلص بواحدة في الأول ومحمود المرضي بيحط التانية في إيد الشناوي. التالتة تبتة ويزن النعمات بياخد كورة وبيعمل واحدة أرطو عالمية والمنتخب الأردني بيبدأ سخن على طول كده والهدف الأول في شباك منتخب مصر وكده النتيجة 1-0 للأردن. على طول مصر بترد وحسين فيصل بيلعب واحدة لمصطفى فتحي بس بتطلع بره. بيرد تاني المنتخب الأردني بكرة عن طريق علي علوان وبيطلعها على الشناوي بصعوبة. الماتش رايح جاي وفتوح بيشوط كرة في إيد الحارس وبتقع منه. بهاء سليمان لاعب المنتخب الأردني بيحط صاروخ في المقص بس الشناوي بيتعملك في الحراسة وبيشيل كرة كانت هتغير كتير في المباراة.